بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم متابعي قناة مستر كمال النحاس. النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل وإياكم شرح بقية أنواع المقاطع. تكلمنا سابقا عن المقاطع المفتوحة اللي هي opened syllables، وتكلمنا عن closed syllables اللي هي المقاطع المغلقة، وخدنا تمارين عليها. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على نوع ثالث من هذه الأنواع اللي احنا نحب نعرف حضراتكم به، وإزاي نعلم أولادنا هذه المقاطع وكيفية قراءة هذه الكلمات من خلال التحليل أو decoding لهذه الكلمات من خلال تقسيم الكلمة إلى مقاطع مختلفة. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، نحب نشكر دكتور حكيم من الجزائر، أرسل لنا رسالة بيقول فيها: إزاي أعرف أنا أنطق الكلمة سواء إذا كانت open close open syllable أو closed syllable إذا ما كنتش هسمعها الأول؟ يعني هو يسمعها وبعد كده يقرر إذا كان الحرف المتحرك هيكون مغلق أو هيكون مفتوح. يعني وحقيقة كلامك مظبوط جدا، لازم يعني أنا كلمة tiger لازم أسمعها كلمة tiger الأول عشان أعمل T والI ده open syllable، ده كلام مظبوط. ولكن احنا في الفيديوهات دي بنحاول نعرف السادة المعلمين ازاي يعلموا الكلام ده لمين، للأطفال او البادئين في تعلم اللغة العربية. فانا بقول لهم تايجر ليه؟ على اساس ان الاي دي اوبن كلوز، لانه الجي بتروح مع المقطع الثاني الى اخره. فهو من المفترض ان مش انا اللي هتعلم المقاطع عشان انطق الكلمة، لا، ده عشان بسهل على الاولاد طريقة تقسيم الكلمة إلى مقاطع، وإذا كان ده مغلق وإذا كان ده مفتوح، وإزاي أعرف من خلال تقسيمة الكلمة إلى إيه؟ more than one syllable. ولذلك نجد أن الأطفال شاطرين في تعلم الكلمات ذات المقطع الواحد one syllable. بعد كده بنذهب إلى كلمات فيها مقطعين، ودي اللي هتبقى فيها صعوبة. بعد كده الصعوبة تزيد، تتدرج الصعوبة لو كانت الكلمة فيها أكثر من 3-4 مقاطع. يبقى الغرض هنا ان احنا نكون عارفين، ولكن بنعلم اولادنا بنقول احنا عملنا كذا عشان كذا. وكثيرا ما قلنا احنا في الكلمة ذات المقطعين وعبارة عن حرف متحرك واحد، حرف ساكن واحد، كانت القصة هو بيروح فين؟ مع المقطع الاول ولا المقطع الثاني؟ احنا قلنا يوجولي، عادة يعني بشكل كبير جدا بيروح مع المقطع الثاني، نادرا يعني حاجة بسيطة لما يروح مع المقطع الايه؟ الأول. وإحنا ذكرنا ده في كثير من الفيديوهات. إن شاء الله تكون الإجابة على كد السؤال أو غطت السؤال إن شاء الله، وشكرا لحضرتك على هذه الملحوظة. نكمل مع حضراتكم النهاردة المقطع بتاعنا اللي إحنا هنسميه CVCE syllables. ده الاسم بتاعه. ممكن واحد يسألني يعني إيه C؟ طبعا stands for consonant، يعني تعبر عن كلمة حرف consonant. V vowel، C consonant، E حرف الـ E. يعني المقطع اللي احنا نتكلم عنه عبارة عن حرف ساكن متحرك ساكن بعدين حرف الـ E. ده بيسموه ايه اللي هي الفاينال silent E، يعني silent E مقطع الـ A الـ E الساكنة التي لا تنطق، خصوصا ان احنا الـ E في الكلمات دي لن ننطقها يعني. وايضا بيسموه الماجيك E syllables لان هو عبارة عن الماجيك E. وأنا سايب لكم في الرابط فوق كده شرح لمين، للماجيك إي بالتفصيل وأي تمارين عليه، إن شاء الله تروحوا لها وتعجبكم المعلومات اللي موجودة في هذا الفيديو عن الماجيك إي. تعال نكمل مع بعض نشوف مع بعض إيه القصة هنا. طبعا إحنا زي ما قلنا نبدأ بتعليم الأولاد كلمات من مقطع واحد ثم مقطعين ثم ثلاثة ونتدرج. المشكلة مش في الكلمة ذات المقطع الواحد، المشكلة في الكلمات اللي هي فيها أكتر من مقطعين. هنعمل فيهم إيه؟ هنا عشان الاستراتيجيات اللي معانا أو الأنواع السبعة اللي احنا هنشرحهم إن شاء الله ونكملهم، دول هيساعدوني في عملية تقسيم الكلمة إلى مقاطع ونطقها قدر الإمكان. تعالوا نشوفوا يعني إيه سي في سي إي. طيب لو احنا بصينا على كلمة كيك، سايد، فوت، ملاحظين دي تفكركم بالماجيك إي.
ايه الماجيك ايه؟ الماجيك ايه بتقول ايه؟ اذا كانت المقطع الكلمه من مقطع واحد زي ما احنا شايفين الثلاث كلمات دول كيك سايد فوت، نطقنا حرف الاي اللي ما بين الحرفين الساكنين يعني في كلمه كيك بين السي والكي نطقناه اي، يعني نطقنا ايه؟ اتس نيم، نطقنا اسمه، ما قلناش كاك، قلنا كيك. ايضا في كلمه سايد قلنا سايد، نطقنا الاي اي بمعنى الاسم بتاعه اللي هو يعني لونج، اي بقت سايد. وايضا كلمه فوت نطقنا الاو لونج يعني اتس نيم يعني فوت. ليه الكلام ده؟ كله ده بسبب مين؟ حرف الاي اللي موجود في اخر الكلمه. وايضا حرف الاي لا ينطق، يعني بقول كيك يعني اخر حاجه نطقتها اللي هو الصوت بتاع ك، عندي سايد د فوت ت، كما لو كان الاي السايلنت، حتى احنا سمينا المقطع بالسايلنت اي سيلابل. دي الكلمات اللي احنا هنتناولها ان شاء الله، لكن لو جات الكلمات في ايه كلمه ثانيه دي هتقبل ايه الاشكاليه او الصعوبه اللي احنا نحاول نحلها مع بعض. اوكي، جينا للكلمات اللي هي اكتر من مقطع، يعني كلمه كيك كانت مقطع واحد، سايد مقطع واحد، فوت، ولكن لو جبنا كلمه ثانيه بقيت ايه كلمتين مقطعين، يعني مثلا كاب كيك، بي سايد، ري فوت، ري فوت. هنا هنتساءل ازاي احنا نقطع الكلمات دي وازاي نعرف حرف الاي هيتنطق بصوته ولا باسمه. نشوف مع بعض هذه الايه الشروحات. لو بصينا هو قال لي ايه؟ قال لي يستحسن الكلمات ذات المقطعين التو سيلابلز، يستحسن المقطع الثاني اللي انت هتدرسه للاطفال عشان توضح لهم الايه كيفيه القراءه يعني. قال لي يستحسن نبدا بالكلمات اللي فيها السايلنت اي سيلابل في الاخر، او اللي فيها الماجيك اي سيلابل في الاخر، تمام؟ يعني مثلا زي كاب كيك، خلي كيك في الاخر. عندي بي سايد، هنا تكون الامر سهل وبسيط جدا للاطفال. ليه؟ لان احنا نتناول كلمه كاب ونتناول كلمه بي، كلمه بي سايد يعني، قبل ما نروح لمين؟ لكلمه كيك وكلمه سايد، لان انا عندي كلمه من مقطعين، هضطر عايز اعرف الحروف المتحركه في الكلمه دي كلها ايه، شورت ولا لونج، عشان توضح معي الكلمه وهنطقها ازاي. نشوف مع بعض. نشوف كلمه كاب كيك، عايزين كاب كيك نشوفها كم مقطع، طبعا مقطعين، ونشوف الحروف المتحركه وحرف اليو وحرف الاي ده هيكون لونج ولا شورت. تعالوا اول ما بنبدا احنا بنعلم اطفالنا بنقول لهم تعرفوا على ايه، على الحروف المتحركه. هيقول لي عندي يو وعندي اي وعندي اي، بس تخلي بالك في الكلمات دي عندي كلمه، انا لما اقول كاب كيك هنا هتوضح له انه حرف الاي ماله هيكون ايه سايلنت، يعني انا عندي حرف اليو ادي فاول وعندي حرف الاي فاول وحرف الاي فاول، سواء لو انتم باللون الاحمر كتبت فوقيهم يعني حرف في عشان توضح ان دول ايه فاولز، مش مشكله، المهم توصل الصوره مين؟ للطفل او للمتعلم. بعد كده بقول له حرف الاي في الكلمات دي ماله سايلنت، ماله سايلنت، لا ينطق حرف الاي في الكلمات اللي في اخر الكلمه، يعني لا ينطق، بقول كاب كيك، كاب كيك، تمام. بعد كده بوضح اقول له فين الحروف الساكنه ما بين حرف اليو وما بين حرف الاي، هبدا انا بالمقطع الاول، تمام؟ هيقول لي عندي بي اند سي، بي اند سي دول ايه؟ كونسوننت ليتر، اكتب فوقيهم ايه؟ سي، كونسوننت عشان اوضح الحروف المتحركه والساكنه. طيب القاعده بتاعتي بتقول لي ايه؟ كاب كيك، بتقول لي تعالى ما بين حرف اليو والاي في تو كونسوننت، دي سهله بالنسبه لنا، ان احنا حرف البي بيروح مع المقطع الاول وحرف السي اللي هو بينطق ك بيروح مع مين؟ مع المقطع الثاني. ادي وضحنا للطفل او المتعلم، يبقى عندي التو سيلابلز كالاتي: كاب كيك، كاب كيك، كده المقطعين ايه؟ واضحين بالنسبه لي. بعد كده بشيل كلمه كيك، انسى كلمه كيك واروح لكلمه كاب. اوضح له برضو انه كلمه كاب دي ايه؟ كلوزد سيلابل. ليه؟ لانه حرف اليو اغلق عليه الباب بمين؟ بحرف بي، فاصبح ايه؟ كلوزد، فهنطق الايه؟ الشورت باترن، يعني ان هنطقه هو ايه؟ قصير وليس ايه؟ طويل، ما قلتش كو، تمام؟ هقول كاب، كاب، تمام؟ ده بالنسبه للمقطع الاول، وحط له الرمز ده اللي زي القوس الصغير ده
اللي هو ايه فوق اليو، عشان اوضح له انه حرف اليو ده ايه شورت، يبقى ايه كاب. كاب جميل خالص. بعد كده هروح لكلمة كيك واوضح الحرفين المتحركين، عندي A وعندي E، عندي A وعندي E، واوضح له انه اقول له الكلمة دي عبارة عن ايه، C consonant، ال A vowel، ال K consonant، ال E vowel. ده النظام ده بسميه الماجيك E، او بسميه ال A silent E، او بسميه اللي هي ايه المقطع اللي بينتهي بحرف ال E. تمام كده؟ يبقى هنا بيجي كلمة كيك وأقول له إن حرف الـ E لا تنطق، ووضح له بعد كده إنه C consonant الـ A أحط عليه المادة دي يعني long، بسبب مين؟ بسبب الهانم اللي اسمها E اللي موجودة في آخر الكلمة. أصبح المقطع ده بيسمى إيه؟ CVCE syllable، لأنا بسميه كده اللي هو المقطع بتاع الـ A الماجيك E، لأنه بيخليه للحرف المتحرك اللي ما بين الحرفين الساكنين ماله long زي الايه الاي، ونطقت الايه بالاسم بتاعها. ان شاء الله يكون واضح. تعالوا نشوف مثال تاني عشان نوضح الامر. كلمه بي سايد، او في واحد ممكن نطق الكلمه يقول ايه مثلا بي سايد، لا هي بي سايد، بي لازم اطول الايه الاي عشان ايه المقطع. هعمل ايه؟ هوضح الحروف المتحركه في الكلمه، عندي اي اي اي، بعد كده هعمل اوضح ان الحروف الحمراء دي او اللي حطيتها على تحتها خط دي فاول بحرف الفي، ده مهم جدا عشان ابسط المعلومه للمتعلم. بعد كده هقول له حرف الاي في الكلمه لا ينطق، يعني انا لو عندي ثلاث حروف متحركه في الكلمه الحرف الاي اللي في الاخر لا ينطق، تمام؟ لان القصه عندي فين الحرفين المتحركين وهلعب في مين؟ في الكونسوننت ليتر اللي ايه بينهم، سواء كانوا 2 او كانوا ايه 1. هبين الحرف الساكن مين؟ S، وحط له A فوقي C يعني consonant، يعني حرف A ساكن. بعد كده هعمل إيه؟ عايز أقسم، هقسم هعمل إيه؟ هنا القصة رجعنا لها تاني، يا ترى الإس دي حرف ساكن واحد مش كده؟ هيروح مع المقطع B ولا هيروح مع المقطع IDE؟ إحنا قلنا usually عادة بيروح مع المقطع التاني اللي هو IDE، تمام؟ واحيانا بيروح هناك، بس احيانا كثيره مع المقطع الثاني، وتجرب انت وتجرب انت. انا لو وديته مع المقطع الثاني هتبقى البي الاي دي اوبن، هتبقى بي سايد مش كده؟ لكن لو وديته مع المقطع الاولاني الاي دي مش هتبقى طويله، هتبقى ايه؟ بسايد 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 بسايد، مفيش كلمه اسمها بسايد، تمام؟ فبالتالي هضطر اعمل ايه؟ اقول للاس روحي مع مين؟ مع المقطع الثاني عشان تدي حريه للاي، يبقى اوبن سيلابل والاي تقول ايه اسمها براحتها، يبقى بي سايد بي سايد. وارجع اشرح البي انها اوبن سيلابل عشان الاي ما فيش حرف ساكن قفل الباب عليها، بيجت ايه بي، واروح حاطط عليه ماده كده عشان اوضح انه ده ايه لونج، انه بي مش به بي، تمام. بعد كده هروح لكلمة سايد، انا حاطط ايه على الاي شرطة كده يعني ده لا ينطق، واوضح ان اقول اس كونسوننت الاي فاول، الدي فا كونسوننت الاي فاول، واوضح الاس والدي كونسوننت. اجي لمين؟ عشان خاطر الاي الحرف الاي اللي ما بين السي والسي يعني بين الكونسوننت والكونسوننت بيجي ايه لونج طويل، واصبح سايد سايد، والكلمه بقت ايه بي سايد بي سايد. ده بالنسبه للكلمات اللي فيها الماجيك اي او فيها السايلنت اي، ان شاء الله تكون واضحه باذن الله. طيب في حاجتين عايزين نتذكرهم، الحاجه الاولى بيقول لي سي في سي اي اللي هو المقطع بتاع السايلنت اي سيلابلز هاف ا سايلنت اي، لازم يكون فيها سايلنت اي يعني الاي لا تنطق، لانه في بعض الاحيان الاي في اخر الكلمه تنطق، ولكن السايلنت اي دي من علامات او مميزات سي في سي اي سيلابل at the end of them the vowels in these syllables، اما الحروف المتحركه الثانيه في هذا المقطع بتخلي their long sound، بتخلي الحرف المتحرك اللي قبليها اللي ما بين التو كونسوننت ماله long sound، تمام؟ الملحوظة الثانية
start by decoding، يعني ابدأ حل شفرة مين أو قسم أو قسم إلى مقاطع. الكلمات المستخدمة فيها CVCE in their second syllable، يعني ابدأ بالكلمات اللي فيها CVCE في second كلمة تانية، يعني مثلا cup بعدين cake، ما تبدأش بكلمة cake وراها حاجة تانية مثلا. تمام. الحروف المتحركة الطويلة احنا بننطقها A E I O U في هذه المقاطع اللي هي السايلنت E أو السي في سي E. إن شاء الله يكون المعلومات وضحت والأمور واضحة، وده احنا كل غرضنا إن احنا نوصل لأبنائنا إزاي يفهموا نطق الكلمات، لأن طبعا احنا مش هنعتمد على الحفظ ولكن عايزين ديكودينج، يعني نحللوا شفرة هذه الكلمات قدر الإمكان. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. حتى نلقاكم على خير إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.